لكن انا لاحظت حاجة تانية برضو، علشان احنا بنقر فظاعة ما يتم ضد الروهينجا وانه غير مقبول واننا يجب جميعا التكاتف ضد هذا الحال، لكن عايز برضو الناس لا تأخذ معلوماتها من التواصل الاجتماعي، وده مهم جدا يا مولانا، لانه كثير جدا من الصور اللي نشرت مزيفة، وده امر مهم جدا للغاية، لان بقول لك هذه الصور اللي نشرت بعضها يرجع الى سوريا، بعضها يرجع الى سنة 12، بعضها يرجع الى الهند، بعضها يرجع الى بوزين كمبوديا، يعني غريبة. طب اللي قاعد وبقى طبيعة الوش متشابهة شوية فهيستغلوا ليف دي واللبس وبتاع مش عارفين. انا عايزة اللي قاعد يبحث في مخزن الصور علشان يطلع دي وبعدين يرميها يقصد ايه؟ يقصد تضليلي. وبعدين يبدأ كل واحد مننا في تشييع هذه المسألة وتصبح وكأنها حقيقة، يبقى كأننا يعني الحقيقة نشيع كما قال سيدنا رسول الله ثم يفشو الكذب. احنا ناقصين، هم الحمد لله معتدين وعندهم عدوان رهيب ضد الإنسانية، ما كفاية يا أخويا كده، يعني انت لازم تكذب أكتر علشان تفتكر انه ده، لا ده ليه غرض تاني خالص وهو إثارة الشعور. بعض الشباب بقى يقول لك لا انا عايز اروح اقاتل هناك، شوفوا لنا هناك طرف لداعش ولا حاجه اروح اقاتل فيه، وبيجيبوا صور مجاهدين يصلون من الحدود لبورما لانقاذ مسلمي روهينجا. ادي ده الترتيبات بتاعت مجموعه الازمات علشان نكرر مره تانية المثال، كل ما هنطفيها في حته كل ما اشعلوها في مكان اخر، ولكن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط.